واحد بيقول الكاهن يعني في القداس عبارة بموتك يا رب نبشر والناس يقولوا كده، فهل نبشر الناس بشخص ميت وما الفائدة من ذلك؟ لو تعرف ان موت الرب نلنا به الخلاص يبقى تقدر تبشر بموته الذي نلنا به الخلاص. ولما تشعر ان موته قد مات عنا او مات بدلا منا، فممكن ان تبشر بهذا الموت الذي ماته نيابة عن جميع البشر. ولما تشعر انه بالموت داس الموت وانه وفى العقوبة، عقوبة الموت على الانسان اللي اجرة الخطية هي موت، فتبشر بهذا الموت الذي دفع به ثمن الخطية. اما عبارة هل نبشر بانسان ميت، فطبعا ده كلام مش مظبوط، لانه بعد الموت قام فهو ليس ميتا. وفي سفر الرؤيا لما ظهر ليوحنا المعمدان قال له، لما ظهر ليوحنا الحبيب قال له أنا الأول والآخر والحي وكنت ميتا. فمش بنبشر بشخص ميت، شخص مات وقام وداس على الموت. فما نقدرش نقول إنك أنت بتبشر بشخص ميت، لكن شخص مات وقام وداس على الموت وأصبح أكبر من الموت. لكن كان لازم مرحلة الموت دي علشان الفداء تكون موجودة في الوسط. وإحنا بنقول في الثلاث تقديسات قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنه، فهو الحي الذي لا يموت. مش بس حي، ده معطي الحياة للآخرين. فكان ممكن انك تتعب من كلمة الموت لو ما كانش بعدها قيامة، لكن ما دام بعدها قيامة يبقى انتصار على الموت. واحد بيسأل بيقول كم سماء وردت في الكتاب المقدس؟ ورد في الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض، فكلمة السماوات يعني عدد كبير. قيل في كلام بولس الرسول انه ارتفع الى السماء الثالثة اي الفردوس. اذا كأن في ثلاث سماوات، السماء الثالثة صعد اليها بولس، اللي قبل كده تكون السماء العادية اللي هي سماء الطيور، وبعدين السماء الثانية اللي هي الفلك اللي فيها الشمس والقمر، اللي بيقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، والسماء الثالثة اللي هي الفردوس. ورد أيضا سماء السماوات، يعني لو اعتبرت كل السماوات دي كأنها أرض يبقى في سماء اعلى من كده اللي هي قال عليها السيد المسيح السماء هي كرسي الله والارض موطئ قدميه. واللي عنها قال في يوحنا 3:13 في كلامه مع نيقوديموس ليس احد صعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء. فهذه السماء التي لم يصعد اليها احد، ولا الي ولا اخنوخ ولا بولس ولا احد، هي سماء السماوات. لم يرد في الكتاب المقدس سماء اخرى غير كده. لكن قيل ان السماء والارض تزولان، يعني السماء العادية اللي فيها الشمس والقمر والارض دي تزولان. وقال يوحنا في رؤياه
أبصرت سماء جديدة وأرض جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد زالت ولم تعود توجدان بعد. واحدة بتقول إني مقدمة على الزفاف في خلال الشهور التالية، ولكني أشعر بخوف رهيب من كل شيء، من تحمل المسؤولية مثلا، ومن المشاكل التي أسمع عنها بين المتزوجين، فما رأي يفتك ماذا أفعل؟ بدل ما تفتكري قصص الناس الفاشلين في زواجهم، افتكري قصص الناس السعداء في زواجهم. ولا ما عندكيش ولا مثل واحد عن الناس السعداء في زواجهم؟ بدل ما تفتكر قصص الأزواج اللي بيتطلقوا، افتكر قصص الناس اللي لسه ما اتطلقوش لحد دلوقتي. يعني ما تحطيش في مخك ان في مشاكل، وحاولي انك انت تكوني صداقة كويسة، صداقة مش غراميات، بينك وبين خطيبك صداقة، يعني يبقوا تحبوا بعض حب قوي، بحيث كل واحد يحرص على شعور الثاني ويحب يسعده في حياته. بالشكل ده تضمني انك انت تعيشي كويس. ومن جهة تحمل المسؤوليات، جايز زوجك هو اللي هيتحمل المسؤوليات، ثم انت ليه ما تتعوديش تحمل المسؤوليات؟ ليه المسؤوليات دي صعبة؟ تقولي خوف رهيب. رهيب ليه يا بنتي؟ انت هتتجوزي عشماوي؟ دائما الحكاية مش رهيبة للدرجة دي. في ناس كتير جدا سعداء في زواجهم، وفي كتب كثيرة عن الأسرة السعيدة. يا ريت ربنا يساعدني ان انا اطلع لكم كتاب عن الأسرة السعيدة. الأسرة اللي فيها الزوج بيسعد الزوجة، والزوجة بتسعد الزوج، وهما الاثنين يحاولوا انهم يكونوا بيت سعيد ليهم. احاول اطلع الكتاب ده قبل ما تتجوزي. ربنا يساعدك يا بنتي. ده عامل زي واحد بعت يهني انسان بالزواج وقال له انه شاطركم الافراح. بدل ما تفكري في ان الزواج فيه تعب، فكري ايضا ان بقائك بعدم زواج جايز يتعبك برضو. خديها من الناحيتين دول. فكري ايضا ان لما يكون لك عيال صغيرين تفرحي بيهم ويبقوا بهجة للبيت، يبقوا سبب فرح ليك. ولو ان العيال ساعات بيتشاقوا وبيبقوا متعبين، لكن برضو بيبقوا سبب فرح. بيقول انا خادم ومصاب بفتور روحي، واحيانا اشعر بازدواج في تصرفاتي، احيانا اكون خادم بحق، واحيانا اكون متارجح بين الخدمة والخطية. اليوم 31، الحقنا بكلمة منفعة. لا، مدام انت بتبتدي سنة جديدة، خلي السنة الجديدة دي سنة مقدسة. احنا بنقول في الأجبية كلمة لطيفة، فلنبدأ بدءا حسنا. يا ريت، انا مطلع كتاب اسمه كيف تبدأ عاما جديدا، اقرأ الكتاب ده وحاول تستفيد منه. لكن اذا كان في نصيحة مختصرة
قول يا رب السنة الجديدة دي أنا عايز أخليها سنة بلا خطيئة، ما فيهاش عيب، صفحة بيضاء لطيفة لا أكتب فيها إلا كل شيء طيب. سؤال: هل كانت إرادة الله ألا يؤمن اليهود بالسيد المسيح له المجد لكي يتم الفداء على الصليب؟ طبعا لا، الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، فدي ملهاش دخل. ثم اللي رفضوا الإيمان لكن ما نقدرش نقول كانت إرادة الله لكي يتم الفداء، وهل لو آمن اليهود به كان الفداء والصلب سيتم؟ مش ممكن كان الكل سيؤمنون، يعني عمليا مستحيل. ده زي ما قيل في الكتاب ان النور اضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه، الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. سؤال: لماذا قداستك بتفتقد أبناء المهجر ولا تفتقد أبناء الصعيد في سوهاج وطهطا وجهينة؟ شوفوا، أنا رعايتي للشعب عن طريق مباشر وعن طريق غير مباشر، أما الطريق غير المباشر فهو بالنسبة للأبروشيات اللي برسم لها مطرنا وأسقفة وبيرعوها، لكن هل معناها إن أنا هبتدي أخدم كل الأبروشيات بصفة مباشرة؟ مش معقول يا ابني. امال اعضاء المجمع المقدس دول من مطرنا الاسقفه بيشتغلوا ايه؟ وهو بيرعوك، ولما بتحصل مشكله بيتصلوا بيا لحلها. وكمان الظروف دلوقتي ما تساعدش كتير يعني على الحاجات. انا زرت سوهاج قبل كده وزرت طهطا قبل كده في السبعينات، زرته وأكثر من مرة برضو، ووعظت في طهطا وأنا أسقف كتير، ورحت سوهاج وإخميم. سوهاج كمحافظة رحت تقريبا غالبية مراكزها، رحت سوهاج نفسها ورحت إخميم ورحت طهطا ورحت طنا ورحت البلينة ورحت المراغة، يعني بلاد كتير. كل ده وانا اسقف وانا بترك، رحت برضو سوهاج ورحت طهطا. واحد بيقول: ورد في رسالة بولس الرسول لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، فهل المقصود بالسلاطين رجال الكهنوت أم رجال السلطة والحكام؟ كليهما. يعني مفروض أن الإنسان يخضع للرئاسات، لكن برضو إلى الخضوع للرئاسات نحط جنبها الآية اللي بتقول ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس، فكل النظام نخضع له ما دام هذا النظام ليس ضد الله.